بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 18. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 18 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. لازلنا في باب نواقض الوضوء، إذ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وعن أم حبيبة في معناه، ورواه ابن حبان عن أبي هريرة وغيره. نعم. وعن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. سئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذه الأحاديث أن من نواقض الوضوء مس الذكر مباشرة من غير حائل، سواء كان من صغير أو من كبير، فمن مسه فإنه ينتقض وضوءه. نعم. واحتج أحمد بقوله: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. بهذا الشرط، يعني الأحاديث التي ليس فيها أي أفضى تحمل على هذا الحديث، أنه إذا أفضى إليه مباشرة، أما لو مسه من وراء حائل فإن هذا لا يؤثر على الوضوء. نعم. وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا ناقض ثاني من نواقض الوضوء، وهو الوضوء من أكل لحوم الإبل، وأما الغنم فلا يتوضأ من أكل لحومها. وقد زاد في رواية الحديث: لأنها من الشياطين، يعني الإبل، يعني أن الشياطين تلابس الإبل ولا تلابس الغنم، ولهذا ترى على الإبل الطيشان والهيجان ما لا تراه في الغنم من السكينة والهدوء. نعم. وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. نعم، هذا فيه الحديث، فيه نقض الوضوء لمس الفرج مباشرة، سواء كان قبلا أو دبرا من غير حائل. نعم. وروى الدارقطني بإسناد جيد عن ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم.
وروي الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. نعم، من نواقض الوضوء عند بعض العلماء تغسيل الميت، فمن غسل الميت وهو على وضوء فإنه ينتقض وضوءه لما جاء من الأمر بذلك في بعض الأحاديث. وأما ليس عليكم، وما معناه ليس عليكم وضوء في غسل ميتكم، فهذا لعله منسوخ بالأمر بالوضوء من تغسيل الميت، فالذي يغسله ويقلبه يتوضأ إذا فرغ من تغسيله، وأما الذي يصب الماء ولا يباشر تقليب الميت فإنه لا وضوء عليه. نعم. قال رحمه الله: وينقض دم الاستحاضة في قول العامة إلا ربيعة. وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه. نعم، من نواقض الوضوء خروج دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة، لأنه يدخل في الخارج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، وهذا منه. كذلك هذا من النواقض زوال العقل، إذا زال عقل المتوضي بنوم أو إغماء أو جنون فإنه ينتقض وضوءه بذلك، لأنه لا يحس بنفسه وما يخرج منه. نعم. قيل لأحمد: الوضوء لنوم؟ قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة. نعم، الإجماع على أن من تلفظ بالألفاظ المحرمة كالقذف بالزنا وقول الزور وهو الباطل، الكلام الباطل جميع أنواعه مثل السب والشتم والغيبة والنميمة غير ذلك من الكلام المحرم، هذا يأثم به صاحبه إثما عظيما، ولكنه لا ينتقض وضوءه بذلك. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أن الأصل بقاء الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عظيمة. وهذا الحديث يقطع الوسواس الذي يصيب بعض الناس في أنه لا ينتقض وضوءه وإن خيل إليه أنه خرج منه شيء، لا ينتقض وضوءه حتى يسمع، حتى يتحقق الحدث بسماع صوته أو وجود رائحته. أما مجرد الوسواس فإنه لا ينقض الوضوء، لأن هذا شك، واليقين يقين الطهارة لا يزول بالشك. ولهذا جاءت القاعدة أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة، والعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء عدم الطهارة. نعم. قال البخاري: قال جابر: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. نعم، من مبطلات الصلاة القهقهة، الضحك بالقهقهة،
أما مجرد التبسم من غير صوت في الصلاة فإنه لا يخل بالصلاة. أما القهقهة فلأنها نوع من الكلام، لأنه يكون بحروف حرفين فأكثر، وهذا كلام، الكلام ما تركب من حرفين فأكثر، فهذا كلام فيبطل الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يحل فيها شيء من كلام الآدميين. نعم. وقال الحسن: إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. إذا أخذ من شعره، المتوضي إذا أخذ من شعره أو قص أظفاره فإنه باق على طهارته، ولا يعتبر قص الشعر وإزالة الأظفار من نواقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل. نعم، الشعر والظهر في حكم المنفصل. نعم. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. نعم، وهذا فيه أن خروج الدم من الجسم بجراحة أو إصابة أنه لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، بدليل أن هذا الصحابي رمي فأصيب في الصلاة ونزف منه الدم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. نعم، الصحابة في مغازيهم رضي الله عنهم كانوا يصابون الجراحات تنزف منهم الدماء ويصلون ولا يعيدون الوضوء، دل على أن خروج الدم من الجسم أنه لا ينقض الوضوء. نعم. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم، وهذا من جملة الأدلة، أن ابن عمر عصر بثرة وهي الحبة التي تنبت في الجلد، فخرج منها دم فصلى ولم يتوضأ. نعم. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وكذلك. نعم. وقال ابن عمر والحسن: فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وهذا فيه أن خروج الدم بالحجامة أنه لا ينقض الوضوء، خروج الدم بالحجامة لا ينقض الوضوء، فهو باق على طهارته وإن احتجم. ومن العلماء من يرى أن خروج الدم بالحجامة يعني أنه ينقض الوضوء، ولكن هذا الحديث حجة عليه. نعم. وعن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. الطواف بالبيت مثل الصلاة، بمعنى أنه يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه، بينما الصلاة لا يجوز الكلام فيها ويقطع الصلاة أيضا. أما الطواف فإن الله أباح فيه الكلام، وقوله الطواف بالبيت صلاة استدل به بعض العلماء على أنه
يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من الطهارة، ومن ذلك أنه يشترط للطواف أن يكون الطائف على طهارة ولا يطوف وهو محدث. نعم. أحسن الله إليكم. يكثر السؤال في المواسم الحج ومواسم العمرة الازدحام، إذا وقعت يعني انتقضت طهارة الطائف في الزحام، فهل يقطع ويستأنف ثم أو يعيد الطواف من أوله؟ يستأنف الطواف من أوله، لأنه بطل طوافه. ولكن الراجح والله أعلم، نعم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تشترط الطهارة في الطواف، لأنه ليس فيه دليل صريح على أنه يشترط الطهارة للصلاة. نعم. على أنه يشترط الطهارة للطواف. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس 18 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا الدرس لمعالي الشيخ وللأخوة الزملاء فريق العمل. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه للدرس القادم إن شاء الله. السلام.